على مقر جريدة اليوم السابع، ونعرف من خلال لقائنا مع الزميلة العزيزة نورهان طمان مراسلة قناة النادي الأهلي أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية. نورهان صباح الفل عليكي، ومستنيينك بقى تسمعينا الأخبار اللي موجودة عندك، تفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما عودناكم من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم، ولكن خلينا كمان نروح لأهم المباريات اللي هتقام النهاردة، واللي على رأسها المقاولون العرب هيواجه نادي مصر الساعة 3 على استاد المقاولين العرب، وإنبي هيواجه المقصة الساعة 5:30 على استاد بترو سبورت، وبيراميدز هيواجه الاتحاد السكندري الساعة 8 على استاد الدفاع الجوي، وده طبعا في إطار الجولة 31 من 30 من بطولة الدوري. كمان الدوري الأسباني النهاردة هيلاعب ريال سوسيدان نظيره فالنسيا الساعة 7، وختافي هيلاعب ريال بيتيس الساعة 9:30، وده في الأسبوع الرابع من الدوري الأسباني. نروح بقى لأبرز أخبارنا النهاردة، ومن جريدة وموقع اليوم السابع: فيفا يمنع اتحاد الكرة من إجراء تعديلات في القائمة الدولية للحكام. حرم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اتحاد الكرة المصري من إجراء أي تعديلات على القائمة الدولية للحكام، وده ضمن خطاب رسمي أرسله الفيفا للجنة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة بشكل مؤقت، وكمان حذرت من طبعا زي ما قلنا إجراء تعديل على أسماء الحكام إلا إذا قام أحد الحكام بأي فعل مشين يستوجب ذلك. خلينا كمان نفكركم بالقائمة الدولية للحكام المصريين، وعلى رأسهم إبراهيم نور الدين، أمين عمر، جهاد جريشة، أحمد الغندور، محمد معروف، محمد عادل، محمود البنا. ومن موقع سوبر كورة: طلائع الجيش يغلق صفحة الإسماعيلي ويبدأ الاستعداد لمواجهة زعيم الصغر. أعلن الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني غلق صفحة مباراة الإسماعيلي، طبعا الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش غلق صفحة مباراة الإسماعيلي اللي كانت عصر أمس، واللي طبعا تلقى طلائع الجيش هزيمة بهدف دون رد فيها. كمان يعني خلينا نقول أنه طلائع الجيش هيقرر الاستعداد مرة أخرى لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة 31 من بطولة الدوري يوم الحد المقبل الساعة 5:30 على استاد الإسكندرية. كمان سوبر كورة أشار في تقريره عن اقتراب ظهير الأيسر للنادي الأهلي حسين السيد الشهير بمارسيلو للانضمام لصفوف طلائع الجيش، ولكن خلينا نأكد أنه حتى الآن ده ليس بشكل رسمي ولكن اقتراب، طبعا ده بعد عودة اللاعب مرة أخرى من صفوف الصفاقسي التونسي بعد ما يعني تمت إعارته في يناير الماضي وعاد مرة أخرى في بسبب جائحة كورونا. ومن جريدة الرياضية السعودية بقى نروح لأخبارنا العربية. من جريدة الرياضية السعودية: أهلي جدة يقدم عرضة رسمية لشراء نجم سانتوس البرازيلي. قدمت إدارة نادي أهلي جدة عرض رسمي لإدارة فريق سانتوس البرازيلي لشراء أو للظفر بخدمات اللاعب ماريو سيرجيو كوستا صاحب 30 عام لاعب خط وسط فريق سانتوس البرازيلي، وده مقابل 1,500,000 دولار بحسب ما ذكرت جريدة الرياضية السعودية. أما بقى موقع كورة فرد على تساؤلات بإلغاء أو عدم إلغاء دوري الموسم الجديد للدوري السعودي، ونقلت تصريحات للسيد عبد العزيز الحميدي رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، واللي أكد فيها أنه الموسم الرياضي السعودي هيكون أو هيبدأ يوم 17 أكتوبر المقبل. أما بقى من جريدة سبورت الإسبانية: ديمبي واصل عادته السيئة وخمس دقايق أنقذته من عقوبة برشلونة. وصل عثمان ديمبلي الفرنسي وينج فريق برشلونة الإسباني يعني عادته السيئة بالتأخير عن ميران الفريق اللي هو الأخير، وكمان ديمبلي كان يعني مفروض أنه اللاعب تم تحذيره أكتر من مرة في عدم لعدم التأخير عن الميران. رونالد كومان المدير الفني الجديد كمان حط تعليمات صارمة جدا بضرورة تواجد اللاعبين قبل ساعة من بدء الميران. دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة هنا من مقر جريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة نورهان طمان من مقر جريدة اليوم السابع، شكرا جزيلا ليكي.